والسلام عليكم بحلقة جديدة من المسلسلات الزينة وإن شاء الله عجبتكم الحلقة اللي طافت. واليوم أنا مريضة وللحين موجود الأندرويد مالي والأمس وللحين متلوه شوي كا شوفوا أصور لكم بعدين لأن بس بقى شوي الفيروسز يمكن اختفوا وراحوا لأن صار لها كم يوم. وأنا الحين صار عندي قناة اسمها فوفو السميب، هو يعني على اسم فوزية اسمي، وراح أوريكم الأندرويدز الجديدة عشان شلون تسوون وتطلعوا للفيروسز اللي موجودة هني، تسحبون شوية ووتر من الآيتس. بس الحين أنا كنت ساحبه وف I filled out كابل سترينج ناس هذي، تجيبون البصمة مالت هذا وعاد الأساس إنه تحب تجيبون القلم السحري نفس هذا، تسوون some strips عليه. بس بطلعوا الليت عشان تشوفون إذا سويته غلط أو صح. نسي أنا قاعد أسوي صح. إيه وهذا شكله حيل كول صاير. والحين بحط شوية ووتر بالسترينج بلوتي. كالحين بحط لكم الطاولة. والحين بحط شوية ووتر. والحين صار في شوية things راح اصور لكم اياها الحين.